والله اجت الفكره، يعني هي من المعاناه اللي عم نعيشها هنا بالمخيم المحمديه. مثل ما بتعرفوا يعني عدم توفر الكهرباء وتقطع النت المتكرر، فقمنا على هذا العمل كي نوفر المعاناه على اهالينا بالمخيمات ونفرحهم بمتابعه كاس العالم بمونديال قطر. كنت متوقع هالمشاركة تكون كبيرة أو التوافد يكون كبير؟ والله احنا هون يعني كلياته بيشجع كرة القدم، يعني مثل ما بتعرف يعني صحيح نحن مثلا اتهجرنا، بس نحن جايين لهون يعني بكل روح رياضية ونشجع كل المنتخبات العربية. ما عم يصير مشاكل بين المشجعين بين فريق وفريق ومين متعصب لفريق؟ لا الحمد لله، نحن هون يعني الكل نعيش مخيم دير بلوط ومخيم المحمدية مثل الأهل وأكثر، يعني نتقبل بكل روح رياضية الخسارة أو الفوز. مين أكثر الفرق اللي عم تشجعها الناس؟ يمكن بعد المنتخبات العربية، شو المنتخبات اللي أكثر شعبية؟ خليني أسأل. هلا هي بالدرجة الأولى المنتخبات العربية، أما اللي يجي بعدها المنتخب الأرجنتين والبرازيل. أكيد مبسوطين على أو زعلانين على الأرجنتين، يمكن صارت مهددة. ايه زعلانين وما زالهم، بس اول مباراة بما انه كان الاداء ضعيف، بس يعني الحمد لله انه المباراة اللي راحت قدموا اداء ممتاز وان شاء الله يتأهلوا. شخصية مين بتشجع؟ شكلك أرجنتيني. انا لا اسباني. إسباني. إذا إسباني أصبح يعني أمورك تمام، خليني أقول. لا امور ان شاء الله، احنا الكأس ما بيطلع من اسبانيا. إن شاء الله. قديش يتسع الاستاد، المكان اللي انت فيه هلا قديش عدد الجمهور؟ خليني اقول يعني يتسع الهاي شيء ل 150 شخص. حلو. في رسوم للدخول؟ لا احنا هاي الصالة قدمناها مقدمة من قطر، زودناها بشاشة 72، هاي الشاشة وكراسي والضيافة كلياته مجانا للجماهير. بلشت توصل العالم للمباراة القادمة؟ يعني هلا ها بلش اول المتوافدين هون يوصلوا على الاستاد. عم تتابعوا يمكن الاستوديو التحليلي هلا لسه؟ ايه اكيد لسه، لان المباراة لسه ما بلشت، وهلا يعني هلا تبلش الجماهير تتوافد على الاستاد. بس ابو جهاد، انت عم تبلش شغل من هلا لاخر الليل، يعني تقريبا عندك 12 ساعة من العمل. ايه نعم، احنا ان شاء الله قد راح نأمن كل المباريات للجماهير عشان تنبسط وتتمتع بهاي المباريات. شو أكثر شيء مميز بكل الفكرة اللي أنت قائم عليها؟ شو أكثر شيء هيك حسيت إنه فعلاً عمل تغيير عند الناس؟ والله هي الفكرة، يعني هون بالمخيم تعرف ما في لا كهرباء لا نت، وكانت في معاناة يعني شباب والشباب والرجال يعني اللي بدهم يتابعوا من المباراة، لكن الحمد لله بفضل جهود الشباب يعني قدرنا نأمن هاي الصالة كي نخفف عنهم معاناة التنقل ومعاناة إنه وين بده يحضروا المباراة، فكانت فكرة يعني أكثر من رائعة.